تاكا تيكي تاكا مرت ما بين هذا الرباعي المتميز. التمريرة من زريدة محمد لحميدة حداد، وقبل أداء للحافظي في صناعة اللعب يمر من الأول من الثاني، يضع كرة في العمق وصلت إلى الهجوم يوسف، وكرة الثالث جول لحميدة. نادي جورباوي على الطريقة التركية، مرت كرة بينية يوسف بكاري بأسيست والأروع، وقف على الكرة خبأها هيأها حضرها جهزها ثم سددها إلى المرمى. إذن كرة في وسط الميدان لعناصر فريق الرجاء الرياضي، دخول بديل كيفية، جول الثاني. وسهل الامور للكتيبه الخضراء من اجل انتصارنا. خاف شوف لهذا كم كانت رائعه اللقطه، كم كانت سريعه يا لهذا. بدا احداد حط بيد الكفير محسن، وان تو من اجمل ما يكون بين المايسترو وبين الهداف، بين المايسترو وبين الهداف. اعطينا نعطيك باس وحده، لمسه الوحده، والكره تستقر في الشباك 2-0. هيا لهذا من زاويه اخرى، خروج الكرة وكريت الانطلاق من سفيان الرحيمي ينجح في التجاوز، يقعد المهدي وبينا والهدف الثاني، الهدف الثاني حميد احداد، المدافع عبد الكريم واسيري، انطلاقة سريعة يتجاوز مهدي وبيلا، وفي عرضية ممتازة شوف وحده حميد احداد، اسبق من امين الصادي في القائمة الثانية، يباغت عبد الرحمن العواصي ويتعب اسبقية الرجاء. 4 دقائق في شوط المباراة الثانية، دقيقة 49 من المباراة، الرجاء أصبح يتقدم بهدفين مقابل 0. سفيان الرحيمي سجل الهدف الأول، وما هدف الهدف الثاني للشاب حميد أحداد.